نصر محمد، وأقسم له هادت الأرض لن أتهوّل، لن أتهوّل. أنا القدس، أنا القدس، أنا ميلاد عيسى ومسر محمد، وأقسم له هادت الأرض لن أتهوّل. أنشدينا ومن عجزنا أنقذينا، يا قدسنا أنشدينا ومن عجزنا أنقذينا. أنا القدس من عمق جرحي أغني لكي يعلم الإنس والجن أني أنا القدس من عمق جرحي أغني لكي يعلم الفرح القادمة. أعيدي بحق الإله، أعيدي نداك على سمع كل الوجود، أعيدي بحق الإله، أعيدي نداك على سمع كل وجودي. أنا القدس من حر دمعي ونار عذابي، يمينا سأرجع للدهر زهو الشهابي، فيا نار كوني على القدس بردا وظلا وطلا وأندى، وكوني سلامة. أنا القدس، أنا القدس، أنا القدس. نعرف اخرتها يا حسين افندي، الانجليز صار لهم اكم يوم نازلين دك في البلد. بفرجها الله، ما قدامنا الا الصبر والايمان وندافع قد ما بنقدر. حلفتك بالله يا افندي، كيف بدنا ندافع عن القدس وثلاث ارباع العربان برا فلسطين لاحقين الشريف حسين وعمالهم يحاربوا مع الانجليز؟ والمطلوب منا يا اهل القدس ويا اهل فلسطين نحاربهم وحدنا، وبايش؟ بهالبواريد والعصبانيه اللي يا دوب الواحد يصيب فيها ارنب. سؤالك هذا
ما فيش غير رب العالمين ممكن يجاوب عليك. ان شاء الله بهمتكم القدس ما فيكم. الله يحميكم. امشي يا ابني. أنا مش راح أتأخر على الدار، ارجعي، ارجعي! يوسف! يوسف! عشان نقدر ندافع عن القدس، لازم العرب يوقفوا معانا، مش مع الإنجليز. العرب وبعض ناس في القدس متعشمين من الفرنسوية والإنجليز، يطردوا الأتراك ويعملوا لنا دولة عربية بزعامة الشريف حسين. ما هم الإنجليز عاملين هالإشي هذا عشان سواد عيوننا، ولا على مبدأهم تقعد محلك؟ المقاطعة يا جماعة. أكثر من خبرية وصلت لمركز القيادة التركية بالإشلة. قدرنا نحصل على بعضها. المعلومات مهمة وبنساعدها. الأكيد يا أسد إن السلطنة العثمانية ما ضل غير جماعتها ليقرأ الفاتحة على روحها. متصرف القدس التركي أصدر أوامره بانسحاب آخر جندي تركي من القدس. بكرة 8 كانون الأول 1917، ومع طلعت الضوء بده يجتمع مع أهالي المدينة ليخبرهم بالقرار، وهم يدبروا حالهم مع الإنجليز. Sir, Major Malcolm and Nabi Samuel request permission to seize Beit Hinaya and Shafat in order to block the Turkish retreat towards Nablus. For heaven's sake, no! Tell him to stick precisely to the plan by heading south towards the northern outskirts of Jerusalem. Let the withdrawing Turkish forces escape. Sir, in the last 3 days, our forces have ascended from Al-Sirar Valley. We've occupied Beitia and surrounded Bethlehem, overlooking the southern outskirts of Jerusalem. Within 2 hours maximum, Beit Sahur will fall under our control, and we can easily seize Abu Diz in the north, giving us an opening to Azaria. What, so you can block the path of the remnants of the Turkish forces in their withdrawal to Ariha, is that it? Yes, sir. Look, we have seized the entire southern half of the Palestinian coast. Gaza, Ashkelon, Fallujah, Ashdod, Alet, Ramah, even Jaffa. Have we gained all this without the cost? What about hundreds dead and the thousands wounded? Yes, sir. We have fought a ghastly war against the Turkish, in which they have put up a stiff resistance, which actually deprived them of their very best troops. Look at them now, withdrawing with the leftovers. When you have defeated your enemy and you see him withdrawing from the battlefield, give him the chance to escape. Avoid fighting him with his back to the wall, because then he will fight you till his very last breath and give you great pain, and it will all be for nothing. Immediate general order to all battalions surrounding Jerusalem. Put the city under full siege, from the west to the south. Leave the Turkish the chance to escape, north to Nablus or east to Ariha. Be ready to enter the city when the order is given. حكم انتهت يا عمي. ما ضلش بالقدس غير عزة بيك والكومندان والمفتش العام، والباقي كله ترك ورق. قوات فؤاد باشا. الباشا همه بالأزيتان، مش بالقدس. المعارك هدت عساكره. تحياته جمع يلي بقى منهم مع المتطوعين العرب، وتمركزوا بباب الواد. خلي عملك بالله كبير يا خالتي. ونعم بالله. صحيح اليوم شفت عبد الله والحمد لله معنوياته عالية. معنوياته عالية؟ عال. احنا بعد الإيمان برب العالمين ملناش غير المعنويات. تروح
اتركونا شوي لحالنا اذا بتريدوا. بترجاك يا عمي تبعت حدا من عندكم شوف لي عبد الله وينه. بخاف ما نوصل له. ما فيش غيرك بقدر اعتمد عليه. توكل على الله. ان شاء الله بكره الصبح. لازم اشوفه الليله. انا راح لي ولدين بالبلقان. ولدين ماتوا بحرب ما لهم مش فيها. واندفنوا باخر الدنيا. ما قدرتش حتى اكفنهم او اقرا لهم الفاتحه على قبورهم. ليل نهار بدل رب العالمين يجمعني فيهم بديار الحق. هلا ما ضلش عندي غير عبد الله. عبد الله طلع من الدار مقهور وزعلان. لازم اشوفه. في كلمتين لازم اقول له اياهم. يروح بعدين يحارب زي ما بده. حتى لو استشهد بيكون مع اخوته وبيلتموا مع بعض فوق بجنة رب العالمين. خوفتني. أجابك بهالوقت؟ أجت الرسالة. أجت؟ مع أساس الطرقات كلها مسكرة وفيش بريد. هي صار لها بالمركز أسبوع بس اليوم رح توزعوهم. طب يلا اقرأ لي إياها. ما بدك تعرفي من وين رسالة؟ من الشام. تعرفي يا ست سيرين مرات بتهيلي إنك تعرفي تقري وتكتبي. لو إني بعرف ليش بدي أعزبك معي أخليك تقرأ لي وتكتب لي كل مكاتيبي. مش عارف. بعدين أنت الوحيد اللي بتعرف كل أسراري. أنت اللي بتعرف كل إشي. إحنا لازم نشوف أحوال الناس. الحصار قاسي وصعب. لازم نلاقي حل للتموين. المؤونة بتكفيشها كم يوم يا سماحة المفتي. أنا حكيت مع التجار ووعدوني إنه طالع كل شيء عندهم بالمخازن. الليلة خلينا نبعث الشباب يدوروا بالبلد يخبروا كل الناس. ما حدش يطلع من داره إلا عند الضرورة. تأمر يا مولانا. محدش معروف مين أهله؟ يا مولانا نصلي عليهم وبعدين بندفنهم. تعالي تعالي بسرعة. اضغطي على الجرح منيح. ما تخليش الدم يطلع. بسرعة. أهلا
ما لحقتش احارب. القنبله انفجرت واجت الشازيه برقبتي. تحمل شوي، هلا بيجي الدكتور. وين اهلك؟ اهلي بعد مش بالقدس. وينهم؟ بغزه. بتعرفيها لغزه؟ لا لسه ما رحت هناك. لازم تروحي لها، غزه حلوه كتير، وبحر غزه ما فيش احلى منه. ان شاء الله بروح، ان شاء الله بنروح سوا وبتورجيني البحر. رد عليه، لا تروح، رد عليه. وين رايحه؟ ارجع على دارك، ارجعي. بدي اطلع. اطلعي يا مجنونه، ارجع على دارك، ارجعي. بدي اشوف اخوي، اخوي عمال يحارب مع المتطوعين العرب. ارجعي، ما شايف الدنيا جهنم برا، ارجع على دارك، ارجع على دارك. عليا تعالي معي. قلبنا الدنيا علي، ما حدش بيعرف عنه شيء. في مجموعة متطوعين طلعوا على طريق يافا واشتبكوا مع الإنجليز. بيقولوا عبد الله ممكن يكون معه.
الزود يتصور، عشان هيك اجيت اسعفه. رجعت مطرح ما كنا متمركزين، ما شفتش عبد الله، رحت ادور عليه بين الجرحى والشهداء بس ما لقيتوش. وين بده يكون يعني؟ والله اشي بجنن. خايفه يكونوا الانجليز مسكوه. لا لا لا، الانجليز بعاد عنا، وبيننا وبينهم نار جهنم. وبعدين يا جبرة؟ خلاص انا طالع ادور عليه. كيف؟ الطرقات كلها مسكره ومحاصره. جوليا، لما تطوعنا ورحنا ندافع عن البلد كنا عارفين، كنا عارفين انه للجيش العثماني قادر يصمد بوش الانجليز، ولا عندنا سلاح قادر يوقف بوش الانجليز، بس مع هيك تطوعنا. انت عارفه ليش؟ انا بقول لك ليش، عشان ابني بكره لما يسالني ايش عملته لما الانجليز بلعوا القدس ما قلوش حطيت ايدي على خدي، مش طالع بيدي اعمل اشي. عشان هيك بقدرش ضل هون ورفيق عمري ضايع مش عارف وينه. الحمد لله على سلامتك. مجننا طول الوقت بياكل تراب. شو اسمك؟ رقية. ابوكي وين؟ الله يرحمه. مات انا وصغيرة. مين هاي؟ هذه تانيا، راهبة روسية. كيف حالكم؟ الحمد لله. حقك علي يا تانيا، ما قدرتش أوصل لك الغراض. أنت شايفة الدنيا كيف؟ ولا يهمك. كيف حاله أخوك؟ على حاله. هذا الدواء اعطيه منه 3 معالق كل يوم، بس يخلص انا بجي. من ايش بيشكي الصغير؟ جسمه محتاج كالسيوم، هو بياكل تراب لانه فيه كالسيوم. انت مجروح؟ جرحي بسيط، بس الشاب اللي معي حالته خطره. رقية هاتي ميه. Government of His Majesty the King of Great Britain, I am pleased to welcome our guests, the consuls and representatives of the allied European nations and our friends. I'm greatly disappointed that you must leave this meeting after only 15 minutes together to tend to your great responsibilities during this historical circumstance. Leaving me and my officers to discuss some military issues. I have received a telegraph from His Excellency, our Prime Minister, Sir George Lloyd, informing me of his order to take Jerusalem from the Ottomans for the glory of the British Empire and as an imperial gift in these few days before Christmas. And here we were, General, thinking that this could be a gift for all of the European nations. Yes and no, my dear consul. Yes, because it is dedicated to the soul of Europe. Europe, who has been deprived of her holy places here for 9 centuries. And no, because Germany, as we all see and know, is fighting us
through the soldiers of the Ottomans, and Russia, who has abandoned her alliance with us and instead been led by Lenin into the heart of hell through the communist revolution on the 17th day of last October. I hope to take revenge for Russia by conquering Jerusalem on the same day this December, or even before. Gentlemen, it's decided. We will enter Jerusalem on Sunday, the 9th of December, 1917. General Allenby will arrive within a few days. Be well prepared, gentlemen, because you are making history. His Majesty himself is looking upon us with pride and with honor. سوي بعيد عن البيت. كنت بوصل دواء لطفل المريض. وانت؟ بدور على روحي اخوي. ربنا يحميك. لما يدخلوا الانجليز ايش رايحة تسوي؟ كانوا حلفاء روسيا في الحرب، بس هلا الثورة بروسيا فتحت الحلفاء وخربت الصحبة. وانا شو خصني؟ انت مش خايفة؟ اذا الانجليز مشكلتهم مع لينين روحوا على موقف يبقوا معاه، بس انا هون قبل ما يجي الانجليز. ورأيي هون. يعني مش مفكرة ترجعي على روسيا؟ أنا مش مشتاقة لروسيا، بحب روسيا. روسيا أمي. مشتاقة أشوف أهلي. بس روحي هون بالقدس. أنا اضطريت أبعث وراكم بهالوقت المتأخر. الطقس السيء. خلص كل إشي انتهى، وباعتباركم من أبرز رجالات القدس حبيت أجتمع معاكم هذا الاجتماع اللي واضح أنه رح يكون الأخير بيننا في هذه الرحاب الطاهرة، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. مش عشان أودعكم بس، وإنما عشان أسلمكم هذه الأمانة الغالية اللي صار إلها في عهدتنا العثمانية 400 سنة. هي إحنا بنغادرها، يمكن مأسوف علينا من بعضكم أو غير مأسوف علينا من البعض الآخر. القدس الشريف يا أخوان مش مثل أي مدينة تانية بتسقط من إيدينا في هذه الحرب اللعينة. كل خسائرنا الجسيمة في البلقان لا تساوي عندنا بلاطة واحدة من صحن الحرم الشريف في القدس. كل هزايمنا العسكرية لا تحرك دمعة واحدة في عينينا. على أي حال، من موقع القائد المنهزم
أو حتى المنسحب من ميدان المواجهة. وجدت من المناسب أن أخاطب القيادة الإنجليزية اللي راح تدخل البلد بكرة أو بعده بأقصى حد من الدبلوماسية، ولو إلى درجة النفاق الاضطراري، حتى نجنب القدس أي اقتحامات عسكرية عنيفة دون دماء وأشلاء تلطخ شوارعها وأماكنها المقدسة. أنا كتبت هذه المناشدة المختصرة على أمل أن حسين أفندي الحسيني يوصلها إلى القيادة الإنجليزية قبل اقتحامهم للمدينة بصفته رئيس بلدية القدس. يا ريت لو تتكرم يا حسين أفندي وتقرأها للإخوان كمان. إلى القيادة الإنجليزية، منذ يومين والقنابل تتساقط على القدس المقدسة لدى كل ملة، فالحكومة العثمانية رغبة منها في المحافظة على الأماكن الدينية من الخراب قد سحبت القوة العسكرية من المدينة وأقامت موظفين للمحافظة على الأماكن الدينية كنيسة القيامة والمسجد الأقصى، وعلى أمل أن تكون المعاملة من قبلكم أيضا على هذا الوجه، فإني أبعث إليكم بهذه الورقة مع حسين أفندي الحسيني رئيس البلدية بالوكالة. حرر في القدس بتاريخ 8/12/1917. سؤال عزة بيك لو سمح خاطرك، لو الوقت غير مناسب. تفضل يا سماحة المفتي. ما بتظن انه كان من الممكن إدارة المعركة ضد القوات الغازية أفضل من هيك؟ هل يعقل الدفاع عن القدس بخط واحد من خنادق النار المكشوفة دون إمدادات ودون تموين ودون عتاد، حتى دون أي حماية للمدينة أو حماية أهلها المحاصرين؟ أستحلفك بالله هذا الإشي بصير؟ اللي صار صار، وحتى ما أخلي سؤالك بدون جواب، فنحن كدولة عثمانية قد عقدنا اجتماع عسكري كبير في حلب في حزيران الماضي، وكان في رأس اهتماماتنا الدفاع عن القدس الشريف، وألحقنا الجيشين السابع والثامن من جيوش الصاعقة بكامل الجيش الرابع بقيادة جمال باشا من أجل هذا الغرض تحديدا. يعني من بين كل قادة الجيش العثماني العظيم ما لقيتوش تكلفوا بهي المهمة التاريخية الكبيرة غير جمال باشا؟ كأنكم نسيتوا المشانق اللي علقها لرجالات سوريا في دمشق وبيروت، وبالأخير جاي تعينوه قائد للدفاع هو بذاته. معك حق تتساءل وتستنكر كمان، وفي المقابل أنا معي حق أتساءل وبلاش أقول أستنكر. كيف أنتوا يا أخواننا العرب بتحطوا ايديكم في ايدين الانجليز عشان اسقاط الدولة العثمانية؟ يعني احنا بتسقط دولتنا اليوم، وتاني يوم الصبح بتقوم بريطانيا العظمى بتأسس لكم دولتكم العربية اللي بتحلموا فيها. لما الانجليز دخلوا مصر سنة 1882، يعني قبل 40 سنة، ايش اللي مقعدهم فوق صدر الشعب المصري الى الان؟ في احد بالدنيا بيصدق هيك ناس؟ أنا بقترح عليكم إنه هذه المسائل من جمال باشا السفاح مثل ما بتسموه لمكمهون ورسالته لصاحبكم لورانس العرب، اتأجلوها إلى زمن قادم ولناس ثانيين يشوفوا الأمور بخواتيمها ونتائجها مش بمجرد مظاهرها الحالية. خلونا في هذه اللحظات إحنا الأتراك نلملم بقية عسكرنا ونرحل، وأنتوا يا أخواننا العرب تستقبلوا زواركم الجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برجعوا معي ناس يساعدوني نوصل هالمسكين على داره.
افتحي لي الشباك يابا. بلاش يا بابا، لا بلاش، الدنيا برد. حابب اشوف الشمس وهي بتطلع. الحمد لله الذي احيانا بعد ممات، تعالي يابا تعالي، تعالي يا حبيبتي. تركيني شوي من أمك. The Turkish are unable to surrender or even hand over the city, and have left the task to the Admir. Congratulations, sir. Don't congratulate me. You know that ultimately the victory will be attributed to General Allenby. But sir, you are entrusted by the general to take suitable measures and actions to take the city. Suitable measures? You two. Name and rank? Corporal Sedgwick, at your service, sir. And you? Corporal Hickam, at your service, sir. Corporal Sedgwick, have you ever accepted a surrender offer from a mayor? معقول بعتين عارفين بيسوش برا ليقابلوك؟ يعني مين بدك يبعتولي؟ ولك بريطانيا؟ أنا طالع أسلم البلد، يعني بالعربي الفصيح أستسلم. We'll be right back.
قربت قربت يا خل. Guardala.